أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من حديث المساء. رحبت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة بانتشار النخبة الشبوانية في بعض مديريات شبوة، وبحسب اللجنة الأمنية فإن تمركز هذه القوات في بعض المواقع سيعزز من تطبيع الأوضاع الأمنية في المديريات المحررة واستعادة الأمن والاستقرار فيها. لكن هناك أيضا بعض الجهات في شبوة قالت أن هذه القوات أنها لا تتبع السلطة المحلية في شبوة، وأيضا أنها شكلت من ثلاث قبائل فقط من قبائل شبوة، وأن تبعيتها المباشرة لقوات الإمارات قد يحدث بعض المشاكل والتضارب ما بين هذه القوات وما بين السلطة المحلية. نناقش هذا الموضوع مع الضيوف الأعزاء. صالح الجبواني ناشط سياسي من شبوة، وأيضا العقيد أحمد ناصر الأحول نائب مدير شرطة شبوة، وكذلك أيضا محسن الحاج مستشار محافظ شبوة عبر الهاتف من الرياض. لكن قبل ذلك دعونا نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للاستديو. قوات النخبة الشبوانية تصل إلى محافظة شبوة بعد عام من إعلان تأسيسها، قادمة من معسكراتها التي تدربت فيها بمحافظة حضرموت، ووصل الطلايع منها إلى مديرية الدهر الشمال شرق شبوة لحماية أنابيب الغاز والنفط. اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة رحبت بانتشار قوات النخبة الشبوانية، وقالت إنها تمركزت في المناطق الساحلية وميفعة وعزان والروضة وحبان ومواقع الشركات بالمحافظة. بيان اللجنة الأمنية أكد أن انتشار القوات وتمركزها في هذه المدن والمواقع سيعزز من تطبيع الأوضاع في المديريات المحررة واستعادة الأمن والاستقرار فيها، داعيا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لخدمة الأمن وحماية المصالح العامة والخاصة في المحافظة. أوضاع أمنية صعبة تعيشها شبوة، ففي الأشهر الأخيرة تصاعدت عمليات الاغتيال ومشاكل وقضايا الثار، وازداد نشاط وعمليات تنظيم القاعدة. وبالتزامن مع وصول قوات النخبة إلى المحافظة، شن مسلحو تنظيم القاعدة هجوما على نقطة أمنية لقوات الحزام الأمني في مديرية رضوم، أسفر عن مقتل 7 جنود وإصابة 8 آخرين، فيما لا يزال عدد من الجنود مأسورين لدى عناصر التنظيم الذين شنوا الهجوم الخاطف. استنساخ لفكرة النخبة الحضرمية في شبوة وبدعم إماراتي أيضا في المحافظة التي تشهد تعقيدات وجبهات متعددة وتعيش ظرفا أسوأ وأكبر من الظرف الذي تأسست فيه النخبة الحضرمية في حضرموت. فإلى جانب تصاعد عمليات تنظيم القاعدة والاختلالات الأمنية التي تعيشها شبوة، هناك معركة مستمرة وجبهة مفتوحة مع الانقلابيين يخوضها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في بيحان. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، ونرحب بالأستاذ صالح الجبواني الناشط السياسي من لندن. أستاذ صالح، مرحبا وسهلا. نعم، بداية كيف تجدون أو كيف تنظرون لانتشار النخبة الشبوانية في شبوة؟ نحن ننظر إلى الموضوع بشكل عام في البلد كله، ذلك أنه إنشاء نقاب عسكرية أو أمنية مناطقية وقبلية لا يقتم الوحدة الوطنية في البلاد. إنشاء النخبة الحضرمية ثم النخبة الشبوانية ثم الحزام الأمني اليافعي ثم الألوية الضالعية، هذه القوات محلية ستدافع وتنفذ ما يمليه عليها الطرف الذي أنشأها والطرف الإماراتي. تجنيد الشباب من أبناء المحافظات، إنشاء قوات أمن وجيش، هذا أمر مرحب به، لكن يجب أن يكون بناء على أساس وطني، على أساس وحدات تبنى وتنضم للجيش الوطني وتكون تحت قيادة السلطة الشرعية اليمنية، أيضا وحدات أمنية تبنى وتنضم للوحدات الأمنية العاملة في إطار المحافظات تحت قيادة وزارة الداخلية اليمنية. هكذا سيكون الأمر طبيعي في إطار الدولة الواحدة
وتحت قيادة الشرعية المعترف بها إقليميا ودوليا، والذي تخاض الحرب بناء على طلبها. لكن ما يحصل في المناطق المحررة وخصوصا في الجنوب أنه إنشاء هذه الكيانات العسكرية المنفصلة عن بعضها والتي تأتمر بأنظمة الضباط الإماراتيين، أنا أرى هذا فيه جانب سلبي كبير جدا. نعم يتجند الشباب ويعيلوا أنفسهم ويعيلوا أسرهم، هذا أمر ممتاز، يوفروا الأمن لو استطاعوا، أمر إيجابي. لكن على المنظور السياسي بالمنظور الاستراتيجي، إنشاء هذه الجزر المنفصلة من القوات الأمنية والعسكرية بهذه الطريقة لا يخدم البلد، ولا يخدم إسقاط الإنقلاب في صنعاء، ولا يخدم عاصفة الحزم، ولا يخدم حتى التحالف نفسه. نعم أستاذ صالح، سنعود إليك ونرحب أيضا بالأستاذ ياسر أو الأستاذ محسن الحاج، مستشار محافظ شبوة. أستاذ محسن. نعم، الكثير من الملاحظات طرحها الأستاذ صالح الجبواني، يقول أن هذه القوات التي شكلت على أساس جهوي مناطقي قبلي أنها لا تخدم الوحدة الوطنية، وأيضا لا تخدم أيضا تطبيع الأمن في المحافظة، لكنكم أنتم كسلطة محلية رحبتم بانتشار هذه القوات. هل نسقت معكم ابتداء، أو هل انتشارها جاء بطلب من اللجنة الأمنية، أم ماذا؟ انتشار قوات النخبة الشبوانية في خلال اليومين الماضيين في المحافظة، استبشر المواطن بهذا الانتشار خيرا، لعله يعمل على تأمين المحافظة بعد أن عبث بها العابثون، بسبب يعني اختفاء مؤسسات الدولة الأمنية والقوات المسلحة. ما في شك أن المواطن يبحث عن الأمن وعن الاستقرار وعن الدولة وعن مؤسسات الدولة. هذا أمر مهم جدا في أن يقوم التحالف بتأمين المحافظات المحررة في هذا الوقت. نعم هو أمر مهم، لكن هل هو بطلب من السلطة المحلية لديها علم؟ اللجنة الأمنية التي رحبت مثلها مثل غيرها، هل لها سلطة على هذه القوات أم ماذا؟ أم ستكون هي مشكلة أخرى إضافية إلى المشاكل السابقة التي تعاني منها المحافظة؟ وصول قوات النخبة إلى المحافظة حسب علمي دون علم السلطات المحلية في المحافظة، لكن يبدو أن التنسيق على مستوى عالي في مؤسسات الدولة الشرعية على مستوى الرئاسة ورئاسة الوزراء، هذا على ما يبدو. بالفعل رحبت اللجنة الأمنية بوصول قوات النخبة إلى المحافظة، كون قوات النخبة قد وصلت، ومثل ما ذكرت لك معتقدين أن قوات النخبة أو قوات التحالف تم تنسيقها مع مؤسسات الدولة الشرعية من رئاسة ورئاسة الوزراء. نعم العمل مع مؤسسات الدولة من رئاسة ومن رئاسة وزراء، لكن أين انتشرت هذه القوات؟ في أي مديريات؟ هل العاصمة المحافظة لها نصيب أيضا؟ انتشار القوات النخبة في بداية انتشارها، طبعا هي انتشرت منذ يومين تقريبا، وانتشارها أول ما بدأ انتشارها في على خطوط أنابيب النفط والغاز ومواقع الشركات النفطية، والمواطن ما زال يأمل أن تنتشر قوات النخبة في كل أرجاء المحافظة لتأمين المحافظة وإعادة مؤسسات الدولة من جديد، المؤسسة الأمنية. أنابيب النفط الممتدة من مارب إلى الشبوة هي جميعا الآن تحت سيطرة النخبة؟ هناك أنبوب الغاز الذي يمتد من مأرب إلى ميناء التصدير في بلحاف، وأنبوب آخر للنفط يمتد
عياد شمال العاصمة حسب حتى نشيمة على البحر العربي. فالتصفاح انتشرت وهناك موقع لشركة النفط شركة العقلة اللي هم في منطقة العقلة. انتشرت القوات النخبة في هذه الأماكن في بداية الأمر. لكن مثل ما ذكرت المواطن والسلطة المحلية جميعنا نأمل أن تنتشر قوات النخبة في كل أرجاء المحافظة لتأمينها وإعادة كيفية الدولة فيها. نعم، بالنسبة لعطق هل هناك قوات نخبة أم لا؟ عاصمة المحافظة إلى الآن لم تدخلها قوات النخبة، هي مرور من أطراف المدينة متجهة نحو العقلة وهو موقع شركة OMV النفطية. وإلى الآن لم تدخل عاصمة المحافظة أي قوة من النخبة، لكن أمر السلطة والمواطن أن تأتي قوات النخبة لتأمين العاصمة كغيرها من المناطق الأخرى في المحافظة. ليس لديكم مانع كسلطة محلية، لكن الكلام عن التبعية، هل السلطة المحلية مثل غيرها يعني تعلم بوجود قوات معينة لا تتبعها لا تتبع سلطاتها؟ كيف سيتم تنسيق الأمن؟ بالنسبة لقوات النخبة الشبوانية يبدو أنها على غرار الحزام الأمني جعدا والنخبة الحضرمية، لم تتبع السلطات المحلية مباشرة وإنما تتبع التحالف. والتحالف أنا أقول ربما تم التنسيق مع سلطات الشرعية العليا من رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء. نعم، ربما كأمر سيادي رئاسة الجمهورية هي أيضا الجهة المخولة به، لكن أيضا الحديث عن الانتشار في المناطق النفطية هل هذا يؤسس مثلا أو يسهل من إعادة التصدير؟ أن الأمن مطلب لكل الجهات، مطلب للمواطن، مطلب للسلطة المحلية، مطلب للشركات. ودائما رأس المال أو الشركات أو شركات النفط والغاز حينما يتوفر الأمن يتوفر تستطيع الشركات العمل في هذه الأجواء الآمنة. ونعمل أن تقوم النخبة بتأمين شركات النفط وغيرها من في أرياء المحافظة لإعادة تطبيع الحياة من جديد، سواء في الشركات النفطية أو حتى تأمين المواطن على حياته وماله وغيره. نعم، الأستاذ محسن الحاج مستشار محافظة شبوة، شكرا لك. أعود إليك أستاذ صالح الجبواني الناشط السياسي، هناك لقاء تم بين رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي مع وزير النفط سيف الشريف، وبحسب الأخبار فإن الرئيس وجه الوزارة باستئناف تصدير الغاز والنفط. هل هذا الانتشار الجديد للنخبة في المناطق النفطية وخطوط الغاز والنفط في المحافظة يسهم في إعادة التصدير خاصة من ميناء بلحاف للغاز؟ هو ميناء بلحاف قدرت عليه المقاومة الشعبية بعد إنهاء العمليات العسكرية في محافظة شبوة، خصوصا في عتق وفي حبان وهذه المناطق، ولم تكن هناك أي قوة أخرى غير المقاومة الشعبية، وكان الميناء يستطيع أن يباشر العمل كالعادة، ليس هناك أي مشكلة. أيضا خطوط النفط تعرضت الحادثين وتم إصلاحهم بشكل مباشر، لم يتأخر انقطاع الغاز. الموضوع كما أرى أنه يأخذ أبعاد أخرى عندما تصير الثروة السيادية للبلد تحت سيطرة قوات لا تأتمر بأوامر الدولة، هناك إشكالية كبيرة طبعا من الناحية الشكلية، وهذا أمر واضح ومفهوم في السياسة أن الرئيس يمارس مهامه كرئيس ويكلف الوزير كوزير معني بهذا الاتجاه. ربما في تنسيق على المستويات العليا بشأن أن التحالف
يعترف بالحكومة الشرعية وهي المظلة للحرب وهي المظلة للتدخل التحالف. لكن كما نرى منزل محافظ محافظة عدن، إدارة محافظة عدن لا زالت بأيدي محافظ السابق يعني بأوامر من الإمارات العربية المتحدة. حينما جاء شلال علي الشهاع مدير الأمن في عدن يريد أن ينفذ تعليمات الرئيس هادي بأخلاء المكانين، التطرق الضباط الإماراتيين وقالوا له لا ليس وقت هذا. إذا غدا سيحصل نفس الإشكال في حقول العقلة، سيحصل نفس الإشكال في ميناء بالحاف الغازي وهو ميناء ضخم جدا، سيحصل نفس الإشكال مع خطوط الأنابيب. فعندما تسلم قرارك السياسي، عندما تسلم مواردك، عندما تسلم مرافقك الاستراتيجية، عندما تسلم خطوط إمدادك إلى قرار غير قرارك، هنا في الحقيقة أنا أقولها بكل وضوح إنه هزيمة داخلية لن نستفيد منها إلا التشتت، إلا التفكيك، إلا زرع الشقاق وتدمير الوحدة الوطنية الداخلية أولا بين هذه المناطق وبين هذه المحافظات. وأيضا تصبح الدولة العليا تصبح كأنها خارج السياج، كأنها شاهد زور على ما يحدث، كأنها محلل. لا نستطيع أن نفهم كيف ستنفذ الإمارات أوامر السلطة الشرعية وستنسق مع السلطة الشرعية في شبوة، ولن تفعل ذات الأمر في حضرموت، ولن تفعل ذات الأمر في عدن. نحن نعرف في حضرموت أنه مطار الريان مطار دولي لم يتم فتحه حتى اللحظة بأوامر إماراتية، حولوا إلى سجن. نعرف أنه الأمر حضرموت للنخبة للسلطة الإماراتية، كذلك في عدن ليس هناك أي نفوذ فعلي وحقيقي للدولة الشرعية، وهذا سيحصل غدا في شبوة، وهذا شيء مؤسف بالفعل. نعم، هي مخاوف مشروعة أستاذ صالح، لكن دعنا أيضا نذهب إلى العقيد أحمد ناصر الأحوال نائب مدير شرطة شبوة للحديث عما إذا كان هناك تنسيق أو إشراف من قبل أمن شبوة على انتشار هذه القوات. عقيد مرحبا. نعم، انتشرت القوات قوات النخبة في بعض المناطق الشبوانية وأيضا في مناطق النفط، لكن اللجنة الأمنية مثلها مثل غيرها رحبت بهذا الانتشار. هل لديكم تنسيق إشراف؟ ما وضعكم مع هذه القوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لوضع قوات النخبة، هم من أبناء شبوة وليس غريبين عنها. يعني إذا جينا نبدأ كمبدأ، هم من أبناء محافظة شبوة ومن الجنود السابقين في شبوة ومن الجنود الملتحقين حديثا، ما في أي غريب يعني في هذا الموضوع. بالنسبة للتنسيق، أنا أعتقد أن أمتي هناك تنسيق بين الجهات العليا، يعني لأن التحالف هو القائم والمشرف وهو المعترف بشرعية بشرعية الله. أنتم كأمن، أنا لا أتكلم عن اعتقادك، أنا أتكلم كأمن. أنتم هو مشرف، هو التحالف هو أساسا هو المعترف بشرعية رئيس الجمهورية. نعم، أنا لا أتكلم عن التنسيق مع القيادة العليا للدولة، رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء. أتكلم عن وضعكم أنتم كإدارة أمن، لديكم إحاطة، علم، إشراف، ما وضعكم في هذا الانتشار؟ هذا الموضوع سابق الأوان. إحنا الآن النخبة انتشروا وكان انتشارهم لابد يكون سريع في ظل التطورات الموجودة وما حصلت على من مداهمات من قبل ما حصل من هجوم إرهابي، فكان لابد لهم أن يتخذوا إجراءات خطوات سريعة. ونحن نقول أنا سابق على بالنسبة للتنسيق، إن شاء الله سوف يجي، ونحن خاضعين طبعا وزارة الداخلية هي تكون على علم هذا الموضوع، على علم الانتشار. مش معقول الانتشار يجي بدون علم وزارة الداخلية، وهم الآن الانتشار هو لم يدخل عسك ولم يدخل عاصم عسك، هو كان انتشار على
على الطرقات الخارجيه المؤديه الى منعتق الى العقله وغيرها، وهي تامين المناطق النفطيه وانابيب النفط. فلم يتدخلوا مباشره في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاجراءات المدنيه او الشرطويه او في اعمال السلطه المحليه. وهذا ثاني حاجه، هم اجوا اثناء عطله رسميه، ونقول بالنسبه للتنسيق احنا وان شاء الله يكون في تنسيق، اعتقد هذا انه لابد يكون تنسيق. نحن في اطار شرعيه رئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه في اطار اعتراف التحالف الدولي بما ضمنها المملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده، ونحن في هذا الاطار كله ترى نمشي. ما في اعتقد لابد يكون هناك تنسيق، واعتقد ان القياده العليا هي ادرى مننا بهذه الاشياء بهذه الامور كلها. نعم، اكيد الاحول تتمنى ان يكون هناك تنسيق مع هذه القوات، لكن من يقودها؟ قلت انها من ابناء شبوه، وهناك اتهامات لها انها شكلت فقط من قبائل بلعيد والواحدي وبني هلال، واستثنيت منها العوالق والمصعبين وبالحارث، هل هذا صحيح؟ عزيزي انا مصعبي، ولكن لم يستثنى احد. واعتقد ان الاخوه في التحالف عندهم رؤيه لهذا الموضوع، وعندهم رؤيه لمعالجته، ونحن في اطار الشرعيه وفي اطار التحالف، وان شاء الله نحن نتفاعل لا تشام. نعم، ان شاء الله يكون هذا الانتشار امرا جيدا لشبوه، وايضا لامن البلاد بشكل عام، ولا يكون ايضا مشكله اخرى للبلاد. نعم، العقيده الاحول، شكرا لك. اعود اليك استاذ صالح. نعم استاذ صالح، ربما استمعت الى ما يقوله الاحول، يقول نحن نتبع الكادة الدوله، وان هذا الانتشار للتحالف هو لن ياتي بدون تنسيق مع الدوله، لكن كاداره امن ليس لها علم كما هو واضح. إدارة الأمن ليس لها علم، والمحافظ ليس لها علم، وقيادة المحور ليس لهم علم أبدا. هذه القوة أشرفت عليها الإمارات، وهي تحت إمرة الإمارات، ولن تنفذ إلا أوامر الضباط الإماراتيين، هذا أمر واضح. الأخ علي ومن قبله المستشار حدث بشكل خارج نطاق التساؤل المطروح. نحن لم ننكر انهم من ابناء شبوه، وانهم مرحب بهم، وانهم لابد يعني ان يشتغلوا وان يعيلوا انفسهم واسرهم، ويقوموا بتامين المناطق وتامين البترول وتامين الحدود وتامين الموانئ، يعني يقوموا بتامين تثبيت الامن والاستقرار في المحافظه، هذا امر متفق عليه. لكن هل سيتم هذا تحت قيادة الدولة وفي إطار الشرعية اليمنية، أم أنه هذه النخبة تكونت للسيطرة على المرافق الحيوية البترولية والغازية، وهذا يرهن القرار السيادي للشرعية اليمنية فوق ما هو مرهون؟ هنا السؤال، إذا كان تصرفات الإمارات في حضرموت وفي عدن لا تتفق مع الشرعية ولا تنفذ أوامرها، بل تتصادم معها في 99% من الأمور، كيف تتفق معها في شبوة؟ وشبوة منطقة مهمة جدا، هي تقع وسط البلد، بين شرق البلد وبين غربها وبين محافظات الشمالية الجاورة، ترتبط مع محافظة مارب بأنبوب الغاز، ترتبط مع بحقول البترول في جنة، في صافر، في العقلة، أيضا المنطقة واعدة جدا في الغاز وبالبترول وفي المعادن. عندما تسيطر على هذه المنطقة قوة لا تأتمر بأمر الدولة، ولا تتبع وزارة الداخلية، لا تتبع وزارة الدفاع اليمنية، فهذا نوع من السيطرة ورهن القرار السيادي والاقتصادي لدولة أخرى، وسيرة الإمارات في اليمن سيرة مشبوهة بالحقيقة، يعني لابد نتكلم بكل وضوح، لأنه إذا كان وضع الشرعية اليمنية اليوم وجودهم في الرياض
لا يسمح لأحد منهم أن يتكلم بكل وضوح. نحن كمواطنين سنتكلم بكل وضوح، هذا وطننا وهذا مستقبل أولادنا، وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم في كل اتجاه. وحتى قيادة الدولة إذا ظلت متهاونة ورهنت البلد سوف تجد من يساعدها في المستقبل، وسوف يكون هناك حساب في المستقبل، لن يفلس أحد من الحساب. هذا البلد لم ندعي السعودية والإمارات لمساعدتنا في إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية لكي نرهن البلد لهم ونترك الساحة فارقة يأتون ويحتلون ويشكلون جيوش ومن ثم يكونون الآمر الأول، الآمر والناهي في هذه المناطق. إذا رفضنا نحن لم نستطع أن نقبل بعضنا البعض بحجة أنه نظام علي عبد الله صالح نهب وسلب واحتل وشرج، كيف نقبل الآخرين؟ كيف نقبل الإماراتيين لهم بيننا وبينهم آلاف الكيلومترات؟ إذا نعم ما صالح الجبواني الناشط السياسي وهو يمني منا وإلينا، كيف نقبل الآخرين؟ لن يقبلوا الناس الظلم، ولن يقبلوا الناس التعسف، ولن يقبلوا رهن قرارهم السياسي والاقتصادي لدولة أخرى. نعم الأستاذ صالح الجبواني الناشط السياسي من لندن، شكرا لك. وهي مخاوف مشروعة، لا أحد يتمنى أو يرغب أن يرى بلده مرهونة لقوى أخرى خارجية وإن ساعدته في بعض الأوقات. أيضا أرحب بالأستاذ ياسر الصايلي الإعلامي من شبوة. ياسر أهلا وسهلا بك أخي الكريم. ياسر حدثنا على الأوضاع الآن في شبوة خاصة مع الانتشار الجديد للنخبة الشبوانية. في البداية أحييك وأحيي المشاهدين الكرام وضيوفك الكرام. حقيقة استبشر المواطنون في محافظة شبوة بقدوم القوات النخبة إلى محافظة شبوة لبسط الأمن ووجود الدولة التي غابت عن المحافظة منذ سنوات، وكان الاستبشار كبير جدا، وانتشار النخبة كان له صدى واسع كبير بين المواطنين، وفرحة المواطنين كانت عارمة كبيرة جدا، لأن حلم الدولة الذي يحلم به المواطن في شبوة أصبح قاب قوسين أو أدنى بوجود قوة تمثل الدولة أو تمثل جهة رسمية، لأنهم ملوا من الصراعات، ملوا من الفوضى، ملوا من قلة الأمن، ملوا من عدم وجود الدولة. فانتشارهم كان حقيقة له وقع في نفوس الناس، وابتهجت الناس بقدوم هذه القوات، لا سيما وأن هذه القوة يقلب عليها أنهم من أبناء المحافظة وشباب كانوا من نواة المقاومة التي قاومت ميليشيات الحوثي والمخلوع عندما قدمت إلى محافظة شبوة. فكان الاستبشار كبير، وطموح المواطنين في محافظة شبوة كبير في بسط الدولة وبسط الأمن وبسط وجود الدولة في المحافظة يعني، وطموحاتهم أكثر في أن تنتشر النخبة في كل مديريات المحافظة، لا يكون بس تمركزها في المواقع المنشآت النفطية وأنابيب النفط والغاز والمنشآت بلحاف لتصدير الغاز. هم يريدون القوة الأمنية أو الدولة تتواجد في كل مواقع الدولة، يعني وصول النخبة إلى مواقع الشركات النفطية والغازية سبب قلق لدى الناس، كيف يمرون في وسط عاصمة المحافظة محافظة شبوة ويتجنبون الدخول لها وفرض سلطة الدولة في المحافظة في عاصمة المحافظة، وتوجهوا إلى الشركات النفطية. كان بود المواطن في محافظة شبوة أن تبدأ النخبة في عاصمة المحافظة أن تطرد المحتلين لمنشآت الدولة والمباني الحكومة التي تحتلها بعض العصابات في عاصمة المحافظة. اليوم عاصمة المحافظة لا يوجد فيها دولة ولا يوجد فيها أمن ولا يوجد فيها أبسط أسباب مكونات الدولة. نعم. فكان المواطن يود أن يكون لهذه القوات تواجد في عاصمة المحافظة. فشعر المواطن بشيء من تذمر، كيف يذهبون إلى الشركات النفطية ويتركون عاصمة المحافظة؟ نعم.
نعم، وهذه أيضا مطالب مشروعة، الجميع يبحث عن الأمن، يبحثون عن الدولة، المواطنون يبحثون عن الاستقرار، وأيضا يبحثون عن أي قوة تأتي لفرض الأمن وفرض الدولة في أي محافظة من محافظات اليمن. ياسر، لكن حدثنا عن الوضع الأمني، هل هناك عمليات مع انتشار هذه القوات أم ماذا؟ حقيقة إلى الآن القوة انتشرت من مديرية ميفعة في جنوب المحافظة إلى شركة العقلة في شمال المحافظة، يعني الخطوط العامة أمنت الطرقات العامة من هذه في هذه المديريات، انتشرت في 6 مديريات التي هي ميفعة والروضة وحبان وعرمة والطلح، ويعني هذه المديريات التي تعتبر مديريات حيوية، مديريات فيها مشاريع تنموية كبيرة نفطية وغازية، فالانتشار كان في هذه المديريات. نحن نود أن تكون الخطوة القادمة عاصمة المحافظة والمديريات الأخرى، وحتى تحرير بيحان، المساعدة في تحرير بيحان. هذه القوة إلى الآن لا يوجد أي مؤشرات أنها سوف تتوجه إلى بيحان لتحريره. بيحان وعسيلان فقط اللتان لا تزالان خاضعتان. لا تزال هذه الميليشيات تحت سلطة الحوثي والميليشيات المخلوع. هي بيحان وعسيلان فقط. يود المواطن بأن هذه القوة سوف تساعد في تحرير ما تبقى من هذه المحافظة. نعم، ياسر الصايلي الإعلامي من شبوة، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إلى حديث المساء، والحديث أيضا عن التغييرات المناطقية والطائفية التي تمارسها ميليشيا الحوثي في المناهج التربوية والتعليمية للبلاد. فابقوا معنا. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.